مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج ميناء الجزائر، والذي نتحدث فيه اليوم في جزئه الأول عن آخر التطورات في ليبيا، عن تطورات الأزمة في ليبيا، ونتحدث عن المبادرة الأمريكية التي طرحها السفير الأمريكي لإنهاء حالة الانقسام وحالة الخلاف بين رئيس الحكومة الجديدة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة. فهل سيستجيب الفرقاء لهذه المبادرة ويتم جمعهم على طاولة واحدة للاتفاق على مشروع موحد لإجراء الانتخابات الليبية في أسرع وقت؟ لمناقشة الموضوع أسعد باستضافة المحلل السياسي المختص في الشؤون الدولية جعفر عبد الرحمن الكناني. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. وأسعد أيضا باستضافة الدكتور عبد الرزاق صغور الأستاذ والمحلل السياسي. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. وأسعد أيضا باستضافته ويلتحق بنا عبر سكايب من ليبيا أشرف عبد الفتاح العضو مجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. أستاذ أشرف، نبدأ مباشرة ربما معك النقاش، كيف ترى هذه المبادرة الأمريكية وكيف ربما ترى استجابة الأطراف لهذه الدعوة لعقد لقاء والتفاهم على مشروع موحد؟ في البداية مساء الخير وتحية مسائية طيبة ليك ميزانية عروبية خالصة من عروض الجماهيرية إلى كل الأشقاء في الجزائر. في البداية يعلم الجميع أن المتحكم بخيوط اللعبة السياسية منذ أحداث 2011 ويعني حكومات فبراير المتتالية جميعهم متحكم فيهم من قبل دوائر أو الدول الخارجية وعلى رأسهم الولايات المتحدة. أستاذ أشرف، الصورة غير واضحة والصوت أيضا غير واضح. أستاذ أشرف، سنعود إليك حريثما يتحسن الصوت وتحسن الصورة. أستاذ جعفر عبد الرحمن الكناني، كيف ترى ربما هذه المبادرة الأمريكية؟ هل قادرة فعلا أمريكا على أن تنهي هذا الخلاف؟ هي على فكرة المبادرة هذه هي يعني امتداد لمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعا إلى إخراج جميع القوى المسلحة من ليبيا بما فيها روسيا وتركيا، وهو حدد وشخص أنه إخراج القوات الروسية والقوات التركية من ليبيا بالكامل، والعمل على توحيد المؤسسات الليبية سواء المؤسسات العسكرية أو المؤسسات الحكومية. لكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأخذ المسار الطبيعي لتحقيق هذه، هي تعتبر بمثابة مبادرة وكذلك نوع من الانتقال في الموقف الأمريكي، لأنه ما حصل في المتغيرات التي حصلت على مستوى الموقف الأمريكي أنه في زمن الرئيس دونالد ترامب كان تقريبا أهمل القضية الليبية وأهمل الملف الليبي، وكذلك أنه رفض التقارب مع تركيا لإيجاد حلول للأزمة الليبية أو إدارة الأزمة الليبية أمريكيا من خلال الدور التركي. الآن تم إعادة إحياء الدور التركي من جديد وفق مبادرة جو بايدن، وكذلك حتى وفق الدور المناط بالأمم المتحدة. حقيقة هناك تناقضات كثيرة في هذه المرحلة بالذات، تناقضات غير معلنة ما بين موقف
المبعوث الأمم المتحدة، وكذلك ما بين الموقف الأمريكي اللي يشهد دائما تناقضات ومتغيرات أجزاء في الموقف هذا بالذات. نلاحظ أن اختيار حكومة جديدة من قبل البرلمان الليبي المعترف به دوليا، اختيار باشاغا يعني رئيسا للحكومة خلفا لأحمد الدبيبة، أن الأمم المتحدة لم تعترف بالحكومة الجديدة التي منحت شرعية برلمانية، وأعلنت رسميا أنها ما زالت تعترف وتتعامل مع حكومة الدبيبة. وهذا الموقف بالذات يثير الشكوك الكثيرة، هو أنه خلق مجموعة من المتناقضات والتعامل مع حكومة لم تعد تكتسب الشرعية وفقا لقرارات برلمانية ليبية. أستاذ عبد الرزاق ساغور، برأيك هل تملك أمريكا أساليب الإقناع، مقومات الإقناع لربما إنهاء هذا الانقسام؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نظن بأنه هل أمريكا الآن جادة في إيجاد حل في ليبيا؟ هل أمريكا الآن مستعدة على أن تبحث مع الفرقاء داخل ليبيا وخارج ليبيا على الحلول الممكنة للخروج من هذه الوضعية؟ أنا أقول الآن نعم. لماذا؟ صحيح أنه عهد ترامب لم تكن أمريكا ليبيا ذات أولوية بالنسبة لترامب، وربما حتى الفرقاء داخل ليبيا والصراع الخارجي اللي كان داخل ليبيا، اللي كان فاغنر من جهة والأتراك من جهة ثانية والفرنسيين والإيطاليين من جهة أخرى. اليوم نظن لماذا، ما هو التحول الذي وقع؟ الحرب الأوكرانية، الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى ضغوطات كثيرة على الأوروبيين في قضية التزود بالطاقة سواء كان الغاز أو البترول. وشاهدنا ارتفاع سعر الغاز بارتفاعات يعني ليست حتى رهيبة، يعني فلكية 900%، 1000% إلى آخره، زائد البترول. اليوم أمريكا طلبت من أوروبا على أنها توقف استيراد الغاز والبترول من روسيا، رغم أن أوروبا لا تستطيع، وإحنا نعلم القضايا الأخرى لا نريد الدخول فيها. الآن أمريكا تريد إيجاد بدائل لروسيا لأوروبا، خاصة فيما يخص الغاز والبترول. وكانت زيارة نائبة وزير الخارجية للجزائر في هذا الإطار. وأيضا الآن أمريكا ترى من ليبيا أنها ممكن في إطار لما تستقر ليبيا بإمكانها أن تعوض جزء من تزود الغاز الروسي بالضبط البترولي. إذن ليبيا هي دولة الآن مهمة فيما يخص الاستراتيجية الجديدة لأمريكا، لأن الآن لازم نفهم بأن الوضع الدولي الآن تغير تماما، وحرب روسيا على أوكرانيا سوف تؤدي إلى تحول جديد في السياسة الدولية. لكن ما مدى استجابة الأطراف لهذه المبادرة الأمريكية؟ هل أمريكا محل ثقة؟ لا، قضية، شوف، ليس قضية ثقة وعدم ثقة، لأنه في الحقيقة هي قضية قوة. من يملك القوة؟ من يملك القدرة؟ السياسة ليست مجرد كلام أو ثقة أو أخلاقيات أو لا، نحن لا نتعامل هنا بمسألة عاطفية، هنا نتعامل هنا بمن هو الذي يستطيع، من، لأن السياسة بالتعريف البسيط هي فن الممكن، من هو ممكن الآن؟ الآن أمريكا تملك كل القدرات، تملك كل الوسائل، لأن أمريكا ورطت أوروبا في أوكرانيا، والآن خلاتهم قال ما فيش حرب، ما ندخلش، والآن اليوم المسألة أنه أمريكا تريد من أوروبا أن تستغني أو تقلل من التبعية للغاز الروسي، ولذا الآن الفرقاء داخل ليبيا كما كان يقول الأخ من ليبيا هما كلهم يعني أدوات لقوى خارجية. ونجد الآن هناك مكان كل الناس كانت تلعب في ليبيا، إيطاليا تلعب، أمريكا، فرنسا تلعب، بريطانيا تلعب، تركيا تلعب، روسيا تلعب، زائد الكلام يعني نقول المعنوي من مصر والجزائر أنه لا نريد التدخل ونريد القوى الخارجية تخش، ولكن لما تخش القوى الخارجية هل هذه الدول العربية المجاورة عندها القدرة
على ملء هذا الفراغ على سنأتي الحفاظ على دور دول الجوار الليبي. أستاذ جعفر، في حال تم اللقاء وتم التوافق، ما المتوقع؟ هل سيسلم عبد الحميد الدبيبة السلطة لعبد فتحي بشغة، أم برأيك سيتم ربما فيه اتفاق على اقتسام السلطة؟ يعني لا ننسى أن اختيار أحمد بشغة، يعني اختياره في فتحي بشاغة، يعني تم اختياره في الشرق الليبي، يعني الشرق الليبي الذي يتحكم به خليفة حفتر ويتحكم به البرلمان الدولي الذي لا يتفق مع مشاريع الغرب الليبي حاليا. الغرب الليبي يعني هو عبارة عن واجهة لسياسة تركية، لسياسة أطلسية كذلك. يعني لهذا السبب أنا لا أتوقع، يعني ولا يمكن لأي أحد أن يتوقع بأن المبادرة الأمريكية ستحقق أهدافها في لم شمل الفرقاء أو توحيد الخروج بحكومة واحدة، لأنه بكل بساطة أمريكا لن تتخلى عن أدواتها. حتى المبادرة هذه بذاتها هي الإحياء وإعادة تأهيل، لكن حتى تأهيل 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 الدبيبة فيها استقالات بالجملة. اليوم وصل بالتأكيد عدد المستقلين إلى 11 وزير. بالتأكيد، لأن هي بكل الأحوال لم تعد حكومة شرعية. يعني هذه الحكومة بصراحة يعني مبعوثة الأمم المتحدة تعطيها نوع من حقن القوة أو شروط، تعطيها نوع من شروط البقاء. يعني وكذلك المبادرة الأمريكية، يعني التي دخلت بشكل مفاجئ. المبادرة الأمريكية هذه هي بالذات يعني واحد من أهدافها إحياء الدور أدواتها أو إعادة تأهيل أدواتها عن طريق الحكومة التي يفترض أنها انتهت. يعني حتى وفق مقررات الأمم المتحدة الحكومة انتهت. حكومة أحمد دبيبة لم تنجح في تنظيم الانتخابات. حكومة أحمد دبيبة انتهت رسميا، انتهت في 24 ديسمبر. طالما فشلت في تنظيم الانتخابات فهي الحكومة هذه فشلت وانتهى دورها بشكل كامل، وتم اللجوء إلى اختيار حكومة جديدة كسبت نوع من الشرعية البرلمانية، لكنها لم تكتسب الشرعية الدولية التي يفترض بالأمم المتحدة أن تعلن احترافها الرسمي بهذه الحكومة. أنا فقط هناك يعني تعقيبا على ما طرحه الدكتور، أن قضية التدخل الأمريكي المفاجئ، وهو حقيقة تدخل دبلوماسي وليس تدخل بأدوات عملية، وأنا قلت في البداية أن أمريكا لن تتخلى عن أدواتها في الغرب الليبي، أنه هذا التدخل الأمريكي المفاجئ في الأزمة الليبية له أهداف أخرى تتعدى الحالة الطارئة في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا. حقيقة هناك قراءة أمريكية دقيقة جدا أن أمريكا تكاد تفقد مواقعها. أمريكا وحلف شمال الأطلسي تكاد تفقد جميع مواقعها ومناطق نفوذها المؤثر، أولا على مستوى ليبيا، انتقالا الى دول الصحراء والى دول الساحل. نعم. والى دول الساحل الافريقي، ولاحظت ان القوى الروسيه والقوى الصينيه بدات تتحرك بقوه. هذا التحرك الصيني، التحرك الروسي سيزيح الدور الامريكي ودور حلف شمال الاطلسي. معنا الاستاذ اشرف عبد الفتاح، ربما نتيح له الفرصه ثم نعود اليك. تفضل استاذ. باختصار شديد، الآن قلت أنه فيه وضع جديد، new situation، nouvelle situation. هذا الوضع الجديد لا يمنع ولا يؤثر أبدا في قوة الحلف الأطلسي. الحلف الأطلسي ما زال موجود وقوة، ولكن الحلف الأطلسي يعمل بأمر من أمريكا وليس من فرنسا ولا من إيطاليا ولا من غيرها. الآن القوة داخل الحلف الأطلسي هي بريطانيا وأمريكا. وأمريكا اليوم من أجل مصالح الطاقوية، أمريكا هي الطاقة، ومن أجل مخاصرة روسيا بالضبط تبحث عن بدائل للغاز الروسي. النتج الإجمالي المحلي لأمريكا هو 22 مليار دولار. نعم. النتج الإجمالي المحلي لروسيا هو 1500 وشي من هذا القبيل. نعم. إذن اليوم حتى الصين البارحة أمريكا هددت الصين، قال أي تعامل مع روسيا
سوف نأخذ بعين الاعتبار، لأنه اليوم حتى احتياطات الصرف لروسيا أو للصين موجودة في البنك التريزور أمريكا. حتى نبقى في ليبيا فقط ولا نتشابه نظر بعيدا. لا أنا نتكلم على ليبيا. اسمع لي برك مازال نكمل هذه النقطة بس. صحيح أنه الآن تواجد الفرنسي بالضبط الفرنسي في الساحل ما تستطيع نقول انتهى، سواء في تشاد أو في النيجر أو في مالي وربما حتى في موريتانيا. ولكن دخول فاغنر حقيقة في المالي، ولكن لا ننسى أبدا القاعدة الأمريكية اللي تاع الدرون تاع الطائرات المسيرة اللي موجودة في تشاد. إذن اليوم المسألة نظن بأنه صحيح أنه ما عندناش كل المعطيات، ما نقدرش نصل إلى نتيجة واضحة، ولكن نظن باللي أمريكا الآن عملت يدها على ليبيا وتريد أن تضع يدها على ليبيا، وليس مجرد ليبيا، وحتى الجزائر وحتى المغرب وربما تونس في الطريق. نعم واضح أستاذ صغور. أستاذ أشرف عبد الفتاح عضو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، كنت قد سألتك ربما هل فيه مؤشرات على أن الفرقاء فتحي باشاغة وعبد الحميد الدبيبة مستعدين للاستجابة لهذه المبادرة الأمريكية؟ نعم في البداية نحييك ونحيي متابعيك كل الأشقاء في الجزائر الشقيقة. أعتقد أن الفرقاء محتوم عليهم يقرر مصيرهم، ومن وضعهم في سدة الحكم هي القوة الأطلسية وأمريكا. اليوم في مبادرة من الولايات المتحدة بجمع كل من دبيبة وباشآغا في تركيا لسببين. السبب الأول تدخل الولايات المتحدة الآن، ترى أن أي خلاف أو حرب تحصل في طرابلس يؤثر على الطاقة وأسعار الطاقة في العالم، خاصة في هذه الفترة اللي تشبهها حرب روس. للأسف الشديد أستاذ أشرف المكالمة رديئة جدا والصوت لا يصلنا بشكل جيد. تدخل تكتيكي وليس تدخل لإيجاد حل نهائي للأزمة، يعني طالما أنه ارتبط بالأزمة الأوكرانية. يعني نعم أستاذ جعفر، هناك حديث ربما عن منح ضمانات لعبد الحميد دبيبة بعدم ملاحقته قانونيا في بخصوص قضية إهدار المال العام، برأيك هل سيقنع هذا الدبيبة ويدفعه لتسليم السلطة؟ بالتأكيد لا، القضية هي ليست قضية يعني قضية منح ضمانات يعني للدبيبة بعدم ملاحقته قضائيا. هو حقيقة إذا نحظى كل الأطراف الليبية المتصارعة هي لها ملفات من الممكن جدا أن تلاحق قضائيا سواء في الشرق أو في الغرب. القضية أبعد من هذه. القضية هي أنه أحمد الدبيبة يمثل التيار السياسي الذي قاد الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي، وبنفس الوقت هذا التيار ما زال قائما وما زال متحكما بمجريات الأمور في الغرب الليبي. إلى جانب شيء آخر، أن هذا التيار تعزز بقدرات مالية يمثلها أحمد الدبيبة. الغريب أنه عندما كان صراع في ليبيا كان صراع بين حكومتين، يعني حكومة في الشرق وحكومة في الغرب. الغريب أن الصراع الآن الصراع ما بين حكومتين هي من ولاية واحدة، من إقليم واحد، بمعنى أن الصراع جهوي 100% ولا يحسم إلا جهويا. يبدو أن أحمد باشاغا الذي كان يعد العنصر الفاعل في إطار المنظومة السياسية الحاكمة في الغرب الليبي هو خرج وتمرد وذهب للتحالف مع الشرق الليبي. يعني إذن القضية أنه ليست قضية ضمانات بقدر ما أنه قوى سياسية، تيار سياسي، وهو بالضبط هو التيار الإسلامي الذي ما زال يمتلك كل مستلزمات القوة ومستلزمات التأثير بالغرب الليبي، وعزز هذه مستلزمات القوة عززها بقوة المال.
هذا التيار لا يريد أن يفقد، لا يريد أن يفقد حضوره، ولا يريد أن يفقد امتيازاته. من سيحاكم لو كانت هناك محاكمة ملاحقات قضائية، لن يحاكم الدبيبة وحده، بل سيحاكم التيار الإسلامي الذي التقى مع إرادة حلف شمال الأطلسي في إسقاط نظام معمر القذافي واختيار نظام حكم جديد، فتح أبواب العلاقات واسعة مع تركيا التي بنت قواعدها في طرابلس في الغرب الليبي، وبنفس الوقت اتجهت إلى إبرام اتفاقيات استراتيجية لم تكن من صلاحياتها مطلقا، تعطي الامتيازات الإيجابية لتركيا على حساب ليبيا وعلى حساب كذلك دول المنطقة. ما رأيك في هذه الضمانات المقدمة لي طبعا في الكواليس لعبد الحميد الدبيبة، وحتى أنه فتح باشاغة يقول أنه عدم تنحي الدبيبة لن يمنعنا من ممارسة مهامنا؟ يبدو لي لما نتمعن في الموضوع كما قال قبل الأستاذ، هما أدوات، أحببنا مكاننا هؤلاء أدوات، ولا واحد فيهم عنده شرعية، لأنه الشرعية تجيبها من انتخابات شفافة وشاملة، كل واحد يعني عنده تمثيل قبلي وليس جهوي. قبلي والله لو كان جهوي كان على الأقل يكون قال جهة، لكن لما نعود للموضوع تاع ليبيا فعلا، من أسقط القذافي ومن أدى إلى هذا الوضع؟ أكيد أنه الحلف الأطلسي ناطو، والوقت في البداية كانت فرنسا وساركوزي يعني. الآن هل هذا الحلف، هل هذا الصراع الخارجي، هل هذا العامل الخارجي الآن تخلى على ليبيا وترك العامل الليبي هو الذي يتصرف؟ احنا لا نتكلم عن ليبيا وكأنه دبيبة والبشاغة أنهم عوامل مهمة وعندهم قواعد وعندهم جيش وعندهم إمكانيات. لما نتكلم عن البشاغة لا ننسى أبدا من جهة أخرى الجنرال، ولما تكلم عن الجنرال الأمريكي ولا لا يعمل جنسية أمريكية، ولما تكلم عن الدبيبة من أين أتى أيضا، ولما تكلم عن البشاغة من أين. إذن اليوم نظن أنه الشعب الليبي تعب والوضع في ليبيا تأزم، والتدخل الخارجي أصبح موجود في كل مكان، كل القوى تلعب داخل ليبيا. إذن اليوم هل الحل الداخلي، هل الحل بالليبيين؟ هذا سؤال مطروح، ولكن لا أعتقد ذلك. إذن اليوم لما تدخل قوة مثل أمريكا، مجرد دخول أمريكا معناها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وتركيا، هذا كل أعضاء في الحلف الأطلسي، هذا كلهم معناها امتثال إلى الطاعة الأمريكية. يبقى من؟ تبقى روسيا. روسيا اليوم موجودة وتورطت أو ورطت في صراع كبير وكبير جدا في قضية أوكرانيا. كيف ترى دور دول الجوار الآن في ظل هذا الوضع؟ دول الجوار الآن فيه المطلوب. تنسيق على الأقل، وهذا أضعف الإيمان، الآن أصبح فيه تنسيق بين الجزائر ومصر، وهذا شيء جميل. في الأول كانت الجزائر مع الغرب ومصر مع الشرق، الآن فيه تنسيق بين السيد تبون والسيسي وتونس طبعا. إذن عدد الدول الثلاث عندهم دور. ما هو الدور؟ الدور هو محاولة فهم ما يجري داخل، ومحاولة تقليل التأثير الخارجي هذا المتجابه. لأنه دكتور في هذه بالذات يعني فيما يخص الدول المغرب العربي، هناك نقطة لابد من الإشارة إليها والتذكير بها كذلك، أنه حضرتك تحدثت عن تونس وتحدثت عن المغرب. تعد تونس والمغرب بمثابة شركاء استراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك قواعد أمريكية في البلدين يعني بكل تأكيد، بمعنى أن الموقف التونسي والموقف المغربي لن يختلف مع الموقف الأمريكي مطلقا. النقطة الشائكة بالنسبة للأمريكان، لا تسمح لي تونس أحببنا أمكارينا، تونس لا تخرج أبدا على السياسة العامة التخارجية الجزائرية. الجزائر عندها دور مهم، إن شاء الله تجيب كل قواعد العالم داخل تونس، تبقى الجزائر لها دور أساسي في رسم السياسة. أنا الفكرة هي بالضبط أنه تستطيع
تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تضمن موقف يتفق معها في كل تفاصيله، لكنه لا تستطيع أن تتفق مع الجزائر لسبب بسيط جدا، أن الجزائر تنظر بحيادية إلى حالة الصراع في ليبيا. الجزائر تمتلك علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتمتلك كذلك علاقات متوازنة مع روسيا، فلا يمكن أن تنحاز إلى أي طرف. نعم، اختصار لأن الوقت انتهى. لا، احنا نتكلم عن الانحياز. اولا يجب ان نعرف انه المغرب مهما كان لا يمكن ان يكون مؤثر داخل ليبيا، برغم كل الاتفاقات وحاول لا يمكن له ابدا ان يستطيع ان يلعب دور، وهذا لسبب بسيط، انه بعيد عن ليبيا بجميع المقاييس، لا حدود له ولا امكانيه له ولا قدره له. الشيء الثاني، تونس نفس الشيء. تبقى الآن الجزائر ليست عدوة لأمريكا وليست لها خلافات كبيرة مع أمريكا، بالعكس الجزائر عندها علاقات استراتيجية مع أمريكا. لا، ما قلت خلينا بالتوازن، ما نشتك قدر التوازن. احنا زبون جيد على روسيا في سلاح، ولكن تربطنا علاقات أيضا استراتيجية مع شراكة استراتيجية في مكافحة الإرهاب على مستوى القارة الأفريقية ككل. الوقت انتهى مهمة، هذه مهمة جدا. باختصار من فضلك، في مكافحة الإرهاب الجزائر عندها علاقات مهمة جدا مع أمريكا، والآن الإرهاب يعتبر من العناصر الأولى في السياسة الخارجية الأمريكية. الشيء الثاني، قضية الطاقة والغاز والبترول والشركات الأمريكية المتواجدة في الجزائر. الشيء الثالث، الآن الجزائر تنتظر من أمريكا على الأقل أن يتحول موقفها في قضية الصحراء الغربية. ونظن حتى نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية في المغرب في الرباط كلمت في الكلمة كانت تقول أنه الصحراء الغربية. نعم. ولم تقل وبالتالي شكرا فيه. شكرا الأستاذ عبد الرزاق صغور، واضح جدا. الشكر موصول للأستاذ أشرف عبد الفتاح عضو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية. للأسف المكالمة كانت رديئة. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الجزء، نتوقف عند فاصل ثم نعود. مشاهدين الأكارم، أهلا وسهلا بكم من جديد إلى هذا الجزء الثاني من برنامجي من الجزائر، والذي نخصصه للحديث عن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت يومها 19، وتواصل مساعي الوساطة والجهود الدولية لإنهاء الاقتتال والمواجهات العسكرية المستمرة منذ 24 فبراير. نواصل النقاش رفقة ضيفي الكريمين الأستاذ جعفر عبد الرحمن الكناني والأستاذ عبد الرزاق صغور، ويلتحق بنا من إسطنبول بتركيا رئيس اتحاد الجامعات الدولي البروفيسور محمد خير الغباني. مرحبا بك سيدي. مرحبتين. أهلا وسهلا أستاذ محمد. لو نبدأ أهلا وسهلا، نبدأ معك مباشرة النقاش أستاذ محمد. كيف ربما ترى هذا الحراك الدبلوماسي وإن صح القول المساعي الدولية الحثيثة لإنهاء الاقتتال وإقناع الطرفان ربما لإيجاد حل نهائي لهذه الحرب؟ الأنباء تقول أن المفاوضات ربما تسير في طريقها الصحيح حسب ما قالت بعض الأنباء الأوكرانية، وقال الرئيس الأوكراني كذلك. لا شيء الصلح في هذه الحرب فائدة للجميع، لزيارة عدد من الوزراء والرؤساء في هذا الخصوص، كما تم المحادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس التركي والولايات المتحدة الأمريكية، صدر دعم أكثر من 45 دقيقة مخصص لأزمة أوكرانيا. نعم أستاذ محمد، المكالمة رديئة، سنعود إليك ريثما يتحسن الصوت. أستاذ جعفر، كيف ترى هذه المساعي وهذه المفاوضات؟ الكرملين يقول إنه مصمم على تحقيق كل أهدافه واحدة واحدة، برأيك هذا التصريح هل يؤثر على مسار المفاوضات؟
بكل تأكيد المفاوضات غير متكافئة ما بين الطرفين، لأن الشروط الروسية هي عبارة عن إنباءات. المطلوب من أوكرانيا يعني الالتزام بكل تفاصيلها، بدليل أن كل المبادرات الوساطة لأربعة دول تقريبا فشلت تماما. يعني هذه المبادرات يعني لم تستطع أن تخفف من السقف المطالب الروسية المرتفع. المطالب الروسية هي إنهاء سيادة أوكرانيا تماما يعني، وهناك كذلك شروط أنه أن تغير حتى المبادئ التشريعية في دستورها في دستورها الوطني. وأهم نقطة تطالب بها روسيا أن تشرع في دستور أن تشرع أوكرانيا في دستور جديد، أن تشرع أن أوكرانيا ليس لها الحق في الدخول في تحالفات عسكرية أو حتى على تحالفات اقتصادية تؤثر على الأمن القومي الروسي. لكن حقيقة إذا كان هناك سؤال عن مجرى العمليات العسكرية بالترافق عن العمليات السياسية الدبلوماسية، يبدو لي أن روسيا بالضبط في تباطؤها الظاهر يعني في تنفيذ العمليات العسكرية، وخاصة عجزها عن دخول كييف، هي بالضبط أنها تريد أن تفسح المجال لنشاط سياسي أو لاعتماد حلول سياسية حقيقة تنقذ روسيا وتخفف كذلك أعباءها وخسائرها في غزوها لعملية يعني الجمهورية الأوكرانية. أستاذ ساغور، برأيك في ظل هذا التصميم الروسي على ربما تحقيق كامل الأهداف في أوكرانيا، هل ترى أن المفاوضات ستنجح؟ لا، أنا أظن بأن حرب روسيا على أوكرانيا هي حرب البقاء لروسيا. روسيا الآن تريد العودة والرجوع إلى موقعها ووجودها كدولة عظمى في العالم. هذا الإهانة التي عانت منها روسيا سواء في نهاية الاتحاد السوفيتي ودولات الاتحاد السوفيتي، وسواء في حرب العراق وغيرها، اليوم وجدت الفرصة في أنها بإمكانها أن تستعيد مكانتها وتستعيد موقعها، وفضلت السياسة على الاقتصاد رغم الآلام التي يمكن أن تحدث لروسيا من خلال المقاطعة ومن خلال السانكسيون العقوبات الاقتصادية، لكن مع ذلك استمرت. اليوم روسيا قضية المفاوضات هي من أجل الأمر الواقع. ما هو الأمر الواقع؟ وهو أن روسيا تريد تنفيذ كل مطالبها في أوكرانيا. ما هي المطالب؟ أولا تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها بالضبط وطرد الناتو. إذن هي تتبع سياسة الإحياء الشديد لكل الناس سواء للأوكراني. هي كانت بإمكانها تدخل كييف، لو أرادت أن تهدم كييف على أغراض بإمكانها. ولكن عملت سياسة لا تريد أن تتخلى عن أوراقها السياسية. بالضبط، بارك الله فيك. شوف اليوم برك، شوف روسيا وش غيرت. لما تسمع الآن تاع لوبان في فرنسا تتكلم على استراتيجية مع الجزائر، هل هذا كان معقول في يوم ما أنه اليمين الفرنسي ومارين لوبان العدو الكريه اللدود لكل ما اسمه جزائري، الآن تتكلم عن علاقات استراتيجية في ميدان الغاز ومع الجزائر؟ هذا كله لماذا؟ لأنه الآن روسيا فعلا هددت. الآن التهديد الروسي ليس مجرد تهديد أنها تدي أوكرانيا، ولكن هي رسالة كبيرة لكل أوروبا بأن روسيا موجودة وهي قوة عسكرية حقيقة، وبإمكانها أن أيضا، لأنه ما تنساش اليوم لما نقول العقوبات على روسيا تتعاقب من؟ العقوبات هي على أوروبا أكثر من على روسيا. ألمانيا في السوق الروسي 100 مليار دولار اليوم لما تغلق السوق الروسي. تركيا نفسها اللي كنا نتكلموا عليها الآن كان عندها ملايين سواح روسي، 5 مليون سائح روسي سنويا إلى تركيا. شفت بالضبط، زائد التجارة، زائد. إذن اليوم
شوف الإشراف على المفاعل النووي التركي كذلك بالضبط. يعني شوف الخسارة لتركيا، شوف الخسارة لألمانيا، شوف الخسارة لفرنسا. بالتالي اليوم المستفيد الوحيد من هذه الحرب هي أمريكا. سعر الغاز ارتفع وهي تريد غاز مرتفع على الأقل حتى تستعمل الغاز الصخري. سعر البترول مرتفع، هي الآن الاستثمارات في البترول الصخري، بترول الشيست. إذن اليوم هناك مصائب وقوم عند قوم المنافع. اليوم نشوف مثلا خذ الجزائر، الحسابات اللي كانت موجودة حول مداخيل بالعملة الصعبة الآن أصبحت مضروبة في ثلاثة، حسب التوقعات اللي كانت موجودة $40 للبرميل، اليوم راك تتكلم على $100 وممكن 100 أكثر. التوقعات اللي كنا نبيعوا الغاز ب0.26 اليوم راك تتكلم على $4 في البي تي للمتر المكعب. إذن اليوم ظن بأنه هذه الحرب هذه عادت النظر وإعادة النظر في العلاقات الدولية من جديد. راح الآن هذا هو حائط البرلين الجديد، لكن في 1989 هكذا سقط حائط برلين وأدى إلى تغيير الوضع والأحادية. اليوم سوف نوعد نعود من جديد النظام الدولي إلى الثنائية وربما حتى إلى ملتيلاترال، لأنه روسيا الآن باش هددت بما يسمى بسلاح الردع الديسياسيون. اليوم روسيا لما قالت عملت مجرد تجارب ومجرد محاولة للسلاح الاستراتيجي الردعي، أمريكا قالت أنا ما ندخلش في حرب. نعم واضح جدا أستاذ صغور. أستاذ جعفر، اليوم فيه بعض التطورات الميدانية في هذه الحرب. اليوم أعلنت القوات الروسية السيطرة بالكامل على مدينة خيرسون الواقعة بالجنوب الأوكراني والمطلة على البحر الأسود. برأيك ما أهمية هذه المدينة وماذا تعني بالنسبة للروس؟ حقيقة الوجود الروسي على بحر أزوف يعني أكثر أهمية من كييف نفسها، يعني لأنه كييف لو سقطت بمعنى ستتحول روسيا إلى دولة محتلة، وعندما تتحول إلى دولة محتلة تشرع الأمم المتحدة، يعني تشرع مقاومة هذا الاحتلال بكل الأساليب وبكل الأشكال، وهنا هي اللعبة التي تمارسها روسيا. أما فيما يخص أزوف حقيقة هناك معلومة لابد منها. نعم. أن الأسطول الروسي الذي يتحرك في البحر الأسود اضطر أن يدفع قيمة كراء تواجده في أزوف، يعني على البحر الأسود أن يدفع قيمة كراء، يعني اتفاقية كراء بمقابل كبير جدا مع أوكرانيا. نعم. هنا هو يريد أن يتحرر من هذا الكراء، هو يريد يعني أن يدفع ثمن تواجده ثمن تواجد الأسطول الروسي في بحر أزوف. لو سيطر على هذه المنطقة فبكل تأكيد سينتزع سيادة ولو سيادة غير شرعية لتحرك الأسطول الحربي الروسي. لذا أن يعني محاور الحرب الرئيسية وقائع الحرب الكبرى في الغزو الروسي لأوكرانيا هي مدينة أزوف. لذا أنه هناك توقعات من قبل بعض المراقبين سواء العسكريين أو حتى السياسيين أن روسيا قد تلجأ إلى إيقاف الحرب لو تمركزت في مدن بعينها، يعني مدن تشكل محيطها عمقها الاستراتيجي وعمقها الاقتصادي. لذلك اليوم ربما تنديد كبير من قبل الغرب ومن قبل الأوكران عن هذه السيطرة وهذا التقدم الروسي، ويتهمون ربما روسيا بمحاولة إجراء استفتاء صوري في هذه المدينة مدينة خيرسون تمهيدا لإعلان انفصالها كما حصل مع لا نهدي من وشادر الأستاذ في هذا التحليل. شوف لما نرجع الآن منذ متى كان الغرب يعتمد على الأمم المتحدة مش يسلم على الجمعية العامة. الآن أصبح يمشي الجمعية العامة وينتظر تصويت المالي والنيجر معه. منذ متى الغرب كان يحتج؟ اليوم أصبح الغرب يحتج. منذ متى كان الغرب يشتكي؟ الآن الغرب الآن أصبح يشتكي. هذه كلها تعطينا صورة بأنه تحرك روسيا غير المعطيات، غير كل الأدوات اللي كانت موجودة على الأرض، رغم المحاولة تسليح الأوكرانيين. وين هي الأسلحة اللي بعثتها أمريكا وألمانيا وفرنسا؟ أين هي؟ دمرت كلها. إذن اليوم هو الاحتجاج والطغيان والتشكي. ما يعمل حتى روسيا عندها هدف، الهدف واضح، الناتو من اليوم الأول وما قبل الحرب الناتو قالت
لا أريد لأوكرانيا أن تنضم إلى ناتو، إلى الحلف الأطلسي. ناتو استفز، والغربيين كانوا يعتقدوا ربما ما عدا أمريكا كانوا يعتقدوا بأن روسيا لن تذهب إلى الحرب. اليوم هناك واقع، اليوم العلاقات الدولية هي واقعية، هي ميزان قوة، هي ميزان رعب. من يمتلك القوة يمتلك القرار. إذن روسيا أعتقد أنه الآن هذه الاحتجاجات وهذا الطعون هو مجرد استهلاك لشعوبهم. الآن ماذا يقول الرئيس الفرنسي للشعب الفرنسي؟ ماذا يقول الرئيس الوزير الأول الألماني للشعب الألماني؟ ماذا يقول البريطاني للشعب؟ إذن هذا كله أصبح كلام استهلاكي لا غير. الآن روسيا موجودة على الأرض، موجودة الآن سياستها ماشية، بوتين واقع لاقوا حتى هناك في الكونغرس الأمريكي أحد المحللين السياسيين بوتين يحضرون الآن ربما تشخيص أو تحليل لبعض المحللين السياسيين الغربيين يشبه الوضع بعراك بين خصمين ربما أمسك كلاهما برقبة الآخر فسقط للاثنين معا، ومن ينتصر هو من يستطيع الصمود أكثر، وكأنهم سقطوا في الماء. من ينتصر هو من يستطيع الصمود أكثر. برأيك من أخطأ التقدير في هذه الحرب، روسيا أم الغرب؟ لا نظن بأن الروس بالنسبة لهم كما قلت في الأول هي حرب البقاء، بقاء روسيا. لأنه لو دخلت أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي روسيا تصبح دولة مغلقة. بمعنى لا تنسى أبدا بأن أوكرانيا فيها قواعد نووية، فيها مفاعلات نووية، فيها مفاعلات كيميائية، وبالتالي مجرد وجود الناتو داخل أوكرانيا كانت المعادلة تتغير تماما. إذن الآن الروس بإعلانهم للحرب كان حتمي وكان ضروري وكان لابد منه. معناه يا إما ندخل في حرب يا إما نستسلم، وبالتالي الغرب يصبح الناتو بالضبط على ممكن حدود. يرجعوا لك الشيشان ويرجعوا لك إلى أماكن أخرى. ولذا اليوم روسيا الآن أعطت الآن الصورة الحقيقية لروسيا القيصرية، لروسيا السوفيتية، لروسيا التي الدولة العظمى. نعم أستاذ جعفر، هل ترى أن روسيا ستحقق أهدافها وتواصل الحرب إلى غاية تحقيق هذه الأهداف؟ لنتفق أنها حرب وجود، يعني بالنسبة لروسيا هي حرب وجود. روسيا دخلت من أجل أن تحقق كامل أهدافها، لأنها لو فشلت في تحقيق أهدافها ستتحول أوكرانيا إلى قاعدة كبيرة متقدمة تهدد الأمن الروسي بشكل مباشر، وكذلك تحرم روسيا من مواقع نفوذها وتحركها في منطقة البحر الأسود يعني. لكن لا نريد أن نحلل نتائج هذه الحرب من منظار روسي، لنحددها من خلال المنظار الغربي نفسه، يعني منظار المراقبين الاستراتيجيين العسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية. هم دخلوا في مرحلة تخمين. مرحلة التخمين التي دخلوا فيها كأنما يتمنون أن تنتزع روسيا مجموعة من المناطق الاستراتيجية بالنسبة لها في أوكرانيا وتتوقف الحرب يعني. أو يعتقدون أن دولة أوكرانيا بأكملها ستكون في خبر كان، يعني أن لا يكون وجود لهذه الدولة. أو يتوقعون توقعا ثالثا أن روسيا يعني من أجل أن لا تهزم وبنفس الوقت يعني تحاصر تحركات وأنشطة حلف الناتو أنه ربما تتحرش في بعض المواقع، يعني المواقع التابعة إلى حلف الناتو. وفعلا هذه هي مسألة، بمعنى هذه بماذا؟ بمعنى أن الحرب ستخرج من دائرة أوكرانيا إلى دوائر أخرى. وحقيقة ما الذي يجعل البعض يتوقع بأن حلف الناتو سيتدخل؟ لأنه فعلا هناك مواقع مهمة في غرب أوكرانيا، يعني داخل أوكرانيا في المنطقة الغربية لأوكرانيا، هي عبارة عن مواقع وقواعد لحلف شمال الأطلسي يعني. وكذلك حتى قواعد أمريكية، يعني حتى بعيدا عن حلف شمال الأطلسي هنا قواعد أمريكية.
بدأ التحرك العسكري باتجاه المنطقة الغربية الآن، لأن يعني هذه المنطقة الغربية في أوكرانيا هي تتحول إلى منطقة لتجميع السلاح ونقله إلى الجيش الأوكراني، بمعنى أن هذه المنطقة صارت تشكل خطر على العملية الروسية بأكملها، وتشكل خطر على وجود الجيش الروسي. لذا كل هذه الاحتمالات هي الآن واردة من منظار أمريكي. المنظار الأمريكي يرى بأن أوكرانيا لن تنتصر. أوكرانيا لن تنتصر. أستاذ ساغور، هل تتوقع أن يستسلم الرئيس الأوكراني زيلينسكي بعد كل هذه التضحيات التي قدمها؟ البعض يقول أن ربما أنه هو مضطر ل ربما النجاة بنفسه. شوف، ربما أول مرة نشوفه حرب بدون صورة. صورة ما فيش. أين هي الصورة؟ اختفت. أين هي الأقمار الصناعية؟ أين هي المسيرات اللي درون؟ أين هي؟ لا نرى صورة، نرى الصورة اللي تمتها روسيا وبس. أين هو الجيش الأوكراني؟ ما شاهدناش. لأن وربما بعض الأرقام التي يقدمها الرئيس الأوكراني، قال لك قتلنا أكثر من 10,000 جندي. الرئيس الأوكراني الآن يدير البروباغندا، حرب إعلامية. لا، من حقه، من حقه، راهو رئيس تاع دولة الآن، من حقه يستعمل كل الوسائل لرفع معنوية الشعب تاعو، لرفع معنوية ولكن لا ننسى أبدا كم من مليون هاجر، وكم من مليون راح يزيد يهاجر، وهذه الملايين التي سوف تهاجر، هل أوروبا قادرة على استيعابها؟ هل أوروبا قادرة على الصرف عليها؟ إذن اليوم فيه مشكل كبير. روسيا متحكمة في الأرض، هي موجودة في أوكرانيا الآن، الحرب تجري على أوكرانيا. اليوم لما نتكلم على الانتصار، لأن روسيا أعطت فرصة كبيرة الآن إلى الرئيس الأوكراني من خلال المفاوضات. روسيا الآن تخيل وزير خارجية روسيا يتفاوض مع وزير خارجية قطر على توقيف الحرب، ومع الأتراك، ومع الإسرائيليين. هذه كلها مبادرة روسية من أجل محاولة إعطاء فرصة للأوكرانيين حتى يخرجوا بنوع من الشرف. لأنه روسيا، وقالها الأستاذ قبيل، ما حبتش تدخل لكييف حتى لا تسمع احتلال، وما حبتش تدخل لكييف حتى انها تعطي فرصه، تفتح مجال للتحركات الدبلوماسيه، حتى انه الرئيس الاوكراني يخرج وكانه عنده شيء في يده. لم يترك اوكرانيتنا، ولكن مع ذلك يبقى روسيا خلاص مساله اوكرانيا فوصل فيها، مساله وقت، تايمينج، والتايمينج تحدو موسكو وما تحدو لا امريكا ولا فرنسا ولا المانيا. وحتى امريكا لما البارح، وحتى لا تتوسع الحرب الى بولونيا والى رومانيا والى امريكا، قالت الان مستشار الامن القومي الامريكي طرح مساله اي ضرب مس الى الحلفاء الحلف الاطلسي سوف تدخل امريكا في حرب. ولكن القوات الروسية قصفت موقع ربما بالقرب من الحدود الأوكرانية، وخرج بعدها الرئيس الأوكراني وجدد مطلبه بضرورة وضع أوكرانيا على منطقة حظر جوي، حماية جوية. هي بالضبط تحدثنا عنها، المنطقة، يعني منطقة الغرب الأوكراني، يعني هذه هي المنطقة اللي يعني إذا كان هناك توسع للحرب، وإذا كان هناك يعني احتمال تدخل الحلف الشمالي الأطلسي، هي هذه المنطقة بالذات. لكن روسيا أعلنت بكل صراحة أن تزويد الجيش الأوكراني بالسلاح، يعني خاصة بالأسلحة الفتاكة، مناطق مرور هذه التجهيزات العسكرية ستكون هدفا عسكريا لروسيا، وتعتبر مثل هذه الأهداف أهدافا مشروعة لقوة عسكرية تقاتل في إطار جغرافية مفتوحة. لكن هنا دعنا نحدد، يعني أنه الغرب الذي يكتفي بنقل الأسلحة، وهذا الباب سيغلق، لأنه طالما روسيا وضعت نقل الأسلحة كهدف عسكري، يعني لقواتها العسكرية، لقواتها الجوية، وكذلك لقواتها الصاروخية، فهذا الباب سيغلق، لأن الغرب بكل تأكيد يعني سيتحاشى يعني لن يتورط بأي شكل من الأشكال. هو أنه أنا أعطيتك يعني احتمالات
قراءة العقول الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية تتنبأ بأن أوكرانيا ستكون في خبر كان، ولا وجود لأي يعني لأي رؤى إيجابية مستقبلية أن أوكرانيا ستنتصر على روسيا، وأن روسيا ستنسحب بجيوشها بالكامل. حقيقة أن يعني بالمختصر المفيد أن هي عبارة عن حرب أمريكية روسية في أوكرانيا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حلف شمال الأطلسي فقدوا مزاياهم وفقدوا إمكانية التحرك في منطقة البحر الأسود. وحقيقة أن الأسطول البريطاني وحتى الأساطير التابعة لحلف شمال الأطلسي أهينت روسيا في منطقة البحر الأسود عندما أرادوا التحرك على اعتبار أرادوا استفزاز روسيا وأرادوا التحرك في البحر الأسود، لكنه الرد الروسي جاء سريعا واضطرت هذه الأساطيل التابعة للقوى الغربية أن تنسحب. يعني نعم أستاذ ساغور، نختم معك. بالنسبة للصين، هناك اتهام ربما للصين بتزويد روسيا بالأسلحة لكن بكين نفت. برأيك هل ستبقى الصين وفية لعلاقاتها مع روسيا وتبقى تدعم روسيا، أم أنها ربما تتراجع وتتخلى عنها نتيجة هذا الضغط الممارس عليها من قبل الغرب؟ لا، أنا أظن بأن روسيا ليست في حاجة إلى الصين في مسألة السلاح، لأن روسيا مهما كان فهي دولة تمتلك صناعة عسكرية رهيبة. يبقى أن الصين كسوق اقتصادي، قوة اقتصادية، وكحليف اقتصادي لروسيا أكيد أنها تكون مهمة جدا. لكن أنا ما أردت الإشارة إليه هو لما نقول بأن العقوبات الاقتصادية لما تكون الصين وإيران وكوريا الشمالية والهند وهذا كلهم يعني ما همش أعداء لروسيا. أنا ما أردت الإشارة إليه هو أنه هذا الحرب وهذا الموقف الغربي الآن رايح يعيد النظر في مواقف أخرى. والآن بدأت الأسئلة تطرح من داخل الغرب ومن داخل المثقفين والغربيين أنفسهم حول قضية المكيالين لدوبوا، كيفاش تهديم غزة لا واحد يتحرك، كيف العراق، كيف سوريا، لماذا لم يتكلم الآن؟ إذن فيه وضع جديد، قلت أنه فيه إرهاصات لظهور وبروز مؤشرات لسياسة دولية جديدة. الغرب فضح نفسه يعني لما تحرك لنصرة أوكرانيا ولم يتحرك لنصرة فلسطين. الغرب أمام عائق واحد، هو أنه كيف يستطيع أن يفكك الشراكة الروسية الصينية، وهذه بالضبط من الأمنيات المستحيلة للولايات المتحدة الأمريكية ولحلف شمال الأطلسي. شكرا جزيلا. جميل أيضا كلمة واحدة هو أن الغرب بدون أمريكا لا يستطيع فعل أي شيء. أكيد، وأن الغرب ربما اليوم في أزمة أخلاقية. شكرا جزيلا لك أستاذي عبد الرزاق ساغور المحلل السياسي، شكرا على تلبية الدعوة وكل ما قدمته اليوم في عدد من الجزائر، وشكر أيضا موصول إليك أستاذي عبد جعفر عبد الرحمن الكناني، وأيضا الشكر موصول للأستاذ أشرف أو الأستاذ محمد خير الغباني كان معنا من إسطنبول لكن المكالمة كانت رديئة. شكر أيضا موصول للفريق التقني العامل معي، وإليكم أيضا مشاهدين الأفاضل الحسن الإصغاء والمتابعة. نلتقي في عدد لاحقة وإلى اللقاء.